أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال قمة جدة للأمن والتنمية. نعم، وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب حرص الحكومة بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على إطلاع السلطة التشريعية على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية تعزيزا للتعاون المشترك الفاعل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والازدهار لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وشددت معالي رئيسة مجلس النواب على أن السلطة التشريعية تؤيد وتدعم كل تحرك لمملكة البحرين من شأنه العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي المشترك لتحقيق السلام والتنمية لشعوب المنطقة والعالم. وأكدت معاليها تطلع مجلس النواب لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الموقرة بغية بلوغ الأهداف الوطنية وتعظيم الإنجازات وتجاوز التحديات.